وعلى ذكر الأردن اسمحوا لنا إنه نهنيكم ونهني جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني بعيد الاستقلال الذي صادف 25 من أيار مايو. كل عام وأنتم بخير والأردن بخير وبسلام. شكرا لكم. شكرا. أنا كمان بدوري ومن مصر أحيي الشعب الأردني قيادة وشعبا، كل عام وأنتم بألف خير. ويكفي أن اليوم هو يوم تاريخ لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. تعالوا نروح لتقرير لعيد الاستقلال. كل عام وأنتم دائما بكل خير. في البدء كان العهد، وكانت أول صفحة من سيرة نحتت حروفها في الصخر لتخلد عصية على الزمان، شاهدة على مسيرة وطن أغلى ما فيه الإنسان، سيرة من آمن أن في كل يوم مستقبل جديد عماده علم وعقل، إبداع وابتكار، وجيل لا مكان للمستحيل في قاموس مفرداته. وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبة. فكان أحد فصوله ما يليق بهم من صحة ودواء وطب واستشفاء، وصار هذا الثرى في عيونه فسيفساء تحكي تاريخا محفزات، ودائما ليمضي الأردن بعزم العارف لأهداف نحو اقتصاد وطني متنوع. سيرة حكم رشيد كان فيه الإصلاح نهجا، والدستور ميثاقا، والقانون مظلة لا يخرج عن فيئها إنسان، وعلى جبينه الوضاء شعار الجيش، معصم على ساعد الوطن، وهالة المهابة راسخة كصوان على الحدود، وأجهزة أمنية على العهد، عين ترعى أمن البلاد وكل ذرة تراب. والقدس عند الوصي خط أحمر، تلك عقيدة الواثق بالله وبالحق وبشعبه. القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن. سيرة من ضحوا على أسوارها وساحاتها ليكون صوت الحق الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم، مدافعاً عن الإسلام السمح برؤية وسطية تعلي من شأن العقل وتعظم من قيم العيش المشترك وتستمر المسيرة. وضع الأحرار لهم من رحم الزمان مكاناً، استمرت المسيرة وكبرت الفكرة وكثر أحرار الأرض حتى صرنا كلنا جنداً للوطن، منا من يحمي الأرض والسماء، ومنا من يحمي اتساع الحلم، كل بسلاحه، منا من كان العلم سلاحه، وخير العلم ما فيه خدمة للوطن والمجتمع، فكيف إن كان علماً عن خدمة المجتمع وبحثاً في سبيل تنميته وتطويره؟ وإن كان العلم سلاحاً، فأول من يحمي الوطن هو معلمه، ولا يكتمل علم دون عمل، والعمل سلاح، عمله بعضنا فارتقوا بمشاريعهم باقتصاد الوطن، وساهموا باستثماراته وفي ازدهاره، وخلقوا آلاف الفرص لأشقائهم
من أحرار الأرض في كل فرصة منها علم وعمل وحلم وعمل وسلاح نعود ونخدم فيه الوطن. الوطن الذي نعشق ترابه، فكان سلاح بعضنا يد تزرع في عمق الأرض أملاً حدوده السماء بمستقبل أخضر، كل شجرة فيه تعدنا بالعطاء، ويد تحرس ذاكرة المكان وتستخدم أدوات المستقبل كي يليق الحاضر بكل قرية بما لها من تاريخ. والتاريخ حكاية نقشها الزمان على حجر، في كل مدينة حكاية. كان السلاح بعضنا في تفكيرنا إلى بما لنا من امتداد في عمق التاريخ. الوطن لا ينسى الجميل وما هو جميل. الاستقلال هو أنتم والسابقون من الآباء والأجداد في بناء الدولة ونشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حماة الوطن والاستقلال. إذن مشاهدينا تابعنا من خلال هذا التقرير وعيد الاستقلال للشعب الأردني المقاتل الصابر حقيقة، كل يعني كلمات الحب والثناء والتقدير لأخوتنا النشامة في الأردن، وإن شاء الله المزيد من التقدم والإصرار والإبداع. شكراً لمشاعركم الطيبة، بنحكي العراق، فلسطين، مصر الحبيبة، وأكيد بنتمنى كل الخير والسلام يعم لكل دول الوطن العربي.